السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعيني، أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم، يسعد مساكم يا رب، محبتي لكم إن شاء الله رب العالمين. موضوعنا كما ذكرنا في البداية عن تربية البنات، هل البنات يدخلن الوالدين الجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم في هذا الفيديو. تربية البنات ستر عن النار. ورد عن تربية البنات بأنها سبب في دخول الجنة، ومن ذلك حديث النبي الذي قال فيه: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، رواه أبو داود. وجعلها من أسباب النجاة من النار أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فبستها بين ابنتيها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: من ابتلي هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، أخرجه البخاري. تربية البنات سبب في دخول الجنة. كما بشر النبي الكريم من أدى وصيته على وجهها تجاه بناته بصحبته يوم القيامة وفي الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين على حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وضم أصابعه يعني هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هكذا. فضل تربية البنات في الإسلام. قال الشيخ عويض عثمان أمير الفتوى بدار الإفتاء: أن الشخص الذي لديه ابنتان وقام بتربيتهما حتى يبلغ يدخلاه الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصابعه. وقال: من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. فقال رجل: أواحدة يا رسول الله؟ قال: واحدة. إنجاب البنات والجنة. فدد مجمع البحوث الإسلامية مسألة تشغل بال بعض الناس، وهو أن بعض الناس ينتابوا الهم والحزن عندما يرزق الله عز وجل بالبنات ويقول: البنات هم للبنات. وأجاب المجمع في منشوراته الإلكترونية ضمن حملة افهم صح أن هذا الفعل وهذا المثل يدل على جهل صاحبه، فالبنات سبب من أسباب دخول الجنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر على لوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: اثنتان. فقال رجل: أو واحدة؟ فقال: واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وأشار إلى أن الله هو الذي وهب الأنثى وليس الذكر الذي تريده، أما السيدة مريم كالأنثى التي رزقها الله بها، فهذه رسالة للرجال الذين يعترضون على الأنثى لأنها هبة من الله. واستشهد بقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أما بالنسبة لتربية البنات الصحيحة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ابنتين أو ثلاثا أو اختين أو ثلاثة حتى بين ينفصلهن عنه بتزويج أو موت أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، إلى آخر الحديث. وهنا ننتقل بكم إلى تسعة أمور ضروري أن تعرفيها يا أم عن تربية البنات. البنات من ألطف الكائنات، هي المقولة التي طالما ترددت على آذاننا منذ الصغر،
تعبر عن مدى رفق وحنان البنات كما يقال أن تربية البنات أصعب من تربية الأولاد، لكن في الحقيقة تربية البنات هينة وسهلة إذا استطاعت الأم أن تجمع صفات الحنان والحزم والتفاهم معها. فهذا هو كل ما تحتاجه الابنة من أمها. وفي هذا المقال سنقدم لك بعض النصائح التربوية السريعة التي يجب العلم بها وتطبيقها عند تربية البنات. أولا، يجب أن تعلم الأم أنها القدوة أمام ابنتها، ويظهر ذلك من محاولة الابنة لتقليد الأم في معظم الأمور. لذا يجب على الأم تطبيق الفضائل والقيم والسلوكيات الجيدة في تعاملتها دائما حتى تكتسبها ابنتها منها. ثانيا، تميل البنات بطبيعتها إلى الألعاب والمهارات اليدوية مثل التلوين والزخرف والكتابة، فيجب تدعيمهن وتشجيعهن على ممارسة الهوايات المفضلة لهن مع إعطائهن مساحة من الحرية للتعبير عن آرائهن بكل ثقة. أما ثالثا، الحذر من التعليق بكثرة واستمرار على تصرفات البنت، فهذا يجعلها عنيدة ومنتشية بآرائها وتصرفاتها، بل يجب التصرف بهدوء مع الابناء وتوجيهها بطريقة العرض وليس الفرض. فمثلا قول لها ما رأيك في فعل كذا، بدلا من لا تفعلي كذا وإلا سأعاقبك. أما رابعا، ترتبط البنت بها بصورة كبيرة، فهي صديقتها التي تفضل التحاور معها والتودد إليها. لذا يجب على الأم الاستفادة من هذا الأمر منذ الصغر حتى تصبح الابنة صديقتها في مرحلة المراهقة وتحكي لها كل شيء، بحيث يمكن للأم احتوائها وتصحيح مفاهيمها ومعالجة أي مشكلات قد تقابلها. خامسا، يجب على الأم مراقبة تصرفات ابنتها عن بعد حتى تتمكن من التدخل في الوقت المناسب. هذه نقطة مهمة جدا، من التدخل في الوقت المناسب ودعمها وتقويم سلوكها، مع ضرورة الحرص على عدم إيذاء مشاعر البنت فتشعر بعدم الثقة وتلجأ إلى التصرف بتحفظ شديد وتبتعد مع الوقت عنها. أما سادسا، يجب على الأم أن تعطي ابنتها دورا في المنزل ضد صغرها يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها، كي تشعر بالمسؤولية وتبني شخصيتها على حب المشاركة والتعاون مع الآخرين منذ الصغر. وهنا نصل للنقطة السابعة، يجب الانتباه إلى استبعاد استخدام العنف الجسدي أو اللفظي ضد في التربية، وكذلك كل كلمة توجه للبنت نظرا لطبيعتها الحساسة، ولأنها تتأثر بسرعة بأي فعل مقارنة بالأولاد. ومن الأفضل استخدام الحسم والعقوبة التي تنتفض مع بعض المزايا، مثل تقليل المصروف أو المنع من الخروج مع الصديقات. نصل إلى النقطة الثامنة، تعقد بعض الأمهات عادة المقارنات بين الابنة وصديقتها أو ابنة الصديقة، وهو خطأ تربوي شائع، لأن هذه المقارنات تؤجج مشاعر الغيرة والكراهية والبعض أكثر من كونها تشجيع عن التقدم والنجاح. نقطتنا التاسعة تقول، يجب أن يكون للأب دورا أيضا. طبعا ليس الأم فقط محدها هي المربية، أيضا هناك الأب له دور في تربية الأبناء مهما في حياة ابنته وخصوصا في مرحلة المراهقة، فيجب أن يمارس دوره التربوي والإشراف لدعمها وتقويمها لاستقامة حياتها بعد ذلك، وتوفير الأمان النفسي لابنته قبل الأمان المادي، لأن البنت تحتاج إلى الشعور بدفء وحنان والدها قبل أي ماديات. وأنا بقول في نهاية هذا الفيديو، والله العظيم وأقسم بالله العظيم، البنات رحمة يا جماعة، البنات رحمة، رحمة وود وحنان لوالديهما. إذا مرض الأب أو وقع أو صار معه مصيبة، الأب أو الأم يعني أذكر الوالدين، والله لن تجد إلا ابنتك تقف عندك، تقف عندك وتمارس كل الحنان والحب، تعطيك كل ما عندها من أحاسيس ومشاعر وحب وحنان لكي ترضيك، ترضي الوالد وترضي الوالدة. هذا وبالله التوفيق، وإن شاء الله رب العالمين لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى
في مواضيع أخرى. كان معكم أخوكم الإعلامي الفلسطيني عماد زيد، أرجو أن ينال إعجابكم هذا الموضوع الذي طرحته في محتوانا الديني بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.